عصابة حمزة مومبيبي متورطة بتسليم رشوة إلى قاضي من أجل الوقوف مع المغنية وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. وتحية خاصة للجالية المغربية على الدعم ديالهم والتواصل معنا في قضية من القضايا اللي كتخص الشعب المغربي في ظل التطورات المثيرة فيما يخص قضية حساب حمزة مومبيبي وعلاقة المغنية اللي تسببت في اعتقال أستاذ المديني ظلما وبهتانا. إخواني أخواتي، فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. عصابة حمزة مومبيبي متورطة بتسليم رشوة إلى قاضي من أجل الوقوف مع المغنية وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها ودفاعها لتوفى اللي هو بعشرين بطبيعة الحال، واللي حصل على مبلغ كبير اللي هو 350 مليون سنتيم حتى يتمكن من شراء البراءة ديال هاد المغنية. ولكن هادشي إخواني أخواتي اللي ما غيحصلش، فالواجب تطبيق القانون ما دمنا في دولة الحق والقانون، وإن الله لا يظلم أحد وإن الله يمهل ولا يهمل، وربي كبير واللي دار الذنب يستاهل العقوبة باش تعرف أن لا أحد فوق القانون. وكنتمنى من الله عز وجل إطلاق سراح الأستاذ المديمي الحقوقي عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. وكنأمل بأن تكون النزاهة في مراكش، وكنتوقع ذلك لأن القضاء ديالنا لحد الآن كيبرهن أننا سواسية وهناك بوادر انفراج وإصلاح منظومة العدالة المغربية من بعد ما عرفنا تطورات مفاجئة، خصوصا اعتقال أشهر الأطباء الجميل هو والزوجة ديالو على خلفية الاتجار بالبشر. إخواني أخواتي، فكما هو معلوم أن المغرب كامل بل حتى العالم بكله يعني كيعرف حق المعرفة بأن المغنية هي رئيسة الحساب حمزة مومبيبي، وقدمت أكثر من 350 مليون سنتيم للدفاع ديالها قبل توفى اللي هو بعشرين الله يرحمه حتى يتمكن من شراء البراءة ديالها. ولكن رغم ذلك ما قدرش، فتم تحقيق الحكم عليها بسنة ونصف في حالة صراح، حيث كانت مهددة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. ولأن الملف ديالها كان فيه الابتزاز والتشهير والتجارة بالبشر، وكل من يدافع عليها الآن أنهم سوى الأقارب والمعارف ديالها وجيش من الحسابات الوهمية باش يشجعوها وتبقى فيه في الواجهة. فحتى إلا شفنا إخواني أخواتي أغلبية المغاربة وخصوصا في الشارع فلا أحد كراب فيها، وهذه هي الحقيقة. وحنا المطلب ديالنا الوحيد اللي كنترجاو من الله عز وجل أن المظلوم الوحيد اللي هو مازال داخل السجن الودايب بمدينة مراكش الحقوقي أستاذ المديمي، لأنه سوف يخرج من السجن عما قريب قبيل عيد الأضحى بحول الله. وهذه أخبار سارة، ربما أحنا يعني فرحانين بالخروج ديالو، لأنه غيخرج مرفوع الرأس محمل الأكتاف والسمعة ديالو الطيبة اللي بلغت عناء السماء. فهو محبوب، إنسان محبوب من طرف المغاربة، وعارفين باللي هو مظلوم ومرضي، والله غيجازيه على كل ما عمل فيه كل شيء اللي عمل، يعني انه كان دائما كيدافع على المظلومين المكلومين، كيدافع على يعني كيحارب الناس اللي كيتاجروا بالاموال بالمال العام. وهذا انتصار المديمي بعد ما تم رفض طلب النقد. فصراحة بعد ما سمعت المغنية الخبر ديال رفض محكمة النقد ديك رفض الطالب ديالها، فخرجوا العصابة حمزة مومبيبي ببلاغات كاذبة وحاولوا انهم ينشروا ديك البلاغات على اساس ان دنيا باطمة فهي بريئة، وان هذيك المحكمة ديك البلاغ ديال المحكمة فهو لا اساس له من الصحة. فعلى اثر هذا البلاغ ان هذه المغنيه اللي عاشت واحد ليله رعب، عاشت واحد ليله يعني اللي يحاولوا العائله ديالها والمعارف ديالها وكل شيء اللي كيعرفها انه يواسيوها، وانه لان كل شيء بان كل شيء توضح. ف 20 من بعد ما توفى فتعرق كل شيء، كل شيء بان كل شيء توضح. هنا في غير نقولوا بان هذا المحامي ديالها هو اللي كان مغطي عليها، هو اللي كان كيحاول انه يبعد من هذيك التهمه
ديال التجارة بالبشر، وغتهم بأن هي اللي كتسير الحساب، حتى أن عطاها ضمانات كبيرة كبيرة بزاف باش يطمئنها على أساس أنها هي بعيدة عن هادشي كامل. فالله يمهل ولا يهمل. فالسيد مشى عند الله سبحانه وتعالى، ها هو ها هي بنت، ها كلشي تفضح، ها العدالة، يعني حاولت أني كان هناك إصلاحات وتطورات مفاجئة بخصوص إصلاح هذه المنظومة ديال العدالة بعد تم الاعتقال ديال داك الدكتور التازي اللي حتى هو يعني أشهر محامي، أشهر محامين في المغرب، فهو تم الاعتقال ديالو وما عقلوش عليه. فكيفاش يعقل أن هاد المغني، شنو الفرق بينها وبين هاد الدكتور التازي المعتقل حاليا والزوج ديالو ودوك 80 آخرين اللي مازال راهن الاعتقال واللي كتنتظرهم واحد العقوبة كبيرة كبيرة. صراحة حنا بغينا داك القانون يكون فوق الجميع، إنصاف هادوك الناس، هادوك الضحايا اللي مازال متأثرين بديك الحساب حمزة موبيل اللي تم نشر الصور ديالهم واللي تم فضحهم بطريقة، حتى أنهم كانوا تما البيراطاج كانوا دايرين. صراحة أي واحد كتحاول تنتقم منه، فهاد المغنية كتحاول تنتقم منه بنشر الصور وتفضحه ودير بزاف مسائل في هاد القضية. فكنتمنى من الله عز وجل إخواني أخواتي بالدعاء ديالنا يعني باش يطلق الصراح الأستاذ المديمي والأم ديالو المكلومة اللي كما شفنا في الخروج ديالها الأخير كتبكي وكترجى الله سبحانه وتعالى وأنها مازال مفقوصة من جهة ولدها اللي صراحة السيد مظلوم. إخواني أخواتي، فبخصوص محاولة الصلح مع سعيدة شرف الفنانة دي مطالبة بالحق المدني، وهذا الأمل الوحيد لهذه العائلة دنيا بطمة أنهم يحصلوا على هذا التنازل ويتصالحوا مع هذه الفنانة على غرار يعني مجموعة من الفنانين اللي كانوا تنازلوا وكانوا يتصالحوا مع هذه دنيا بطمة، إلا سعيدة شرف اللي متمسكة بالقضية. صراحة هذه العائلة اللي خايفين على سجن الإبن ديالهم بسجن مدينة مراكش، فعلى أي الحق يعلى ولا يعلى عليه، وبغينا القانون يطبق على فوق الجميع، القانون يطبق على الجميع، لأن ما بغيناش أن واحد يعني الأستاذ المديمي اللي معتقل يعني ظلما وبهتانا، ومازال هاد المغنية كتشمت في الضحايا ومازال كتكذب علينا وكتقول بأنها هي مازال بريئة على خلفية يعني ديك الضمانات اللي كانت توصلت بها يعني من طرف المحامي ديالها المرحوم بو عشرين، اللي صراحة مني مات حتى بانوا يعني مجموعة من الأشياء، توضحت مجموعة من الأشياء بهذا الخصوص، يعني وبانت العدالة على حقها، وتبين أن هذا المحامي اللي كان مضرق عليها واللي كان مغطي عليها واللي كان كيحاول أنه يشري القضاء حتى تمكن من الحصول على البراءة ديالها على أي، فالعدالة غادية في المجرى ديالها. فبرفض هذا الطلب، رفض من طرف المحكمة يعني محكمة النقد، فهنا غنقولوا أننا مازال بخير وعلى خير، ومازال عندنا النزاهة بهذا الخصوص، بالأخص من نسمع على الخبر يعني اللي فرحنا كنا كمغاربة اللي هو إطلاق السراح الأستاذ مديمي في أيام العيد الأضحى من طرف يعني من طرف صاحب الجلالة محمد السندي الله ينصره، واللي غيشمل العفو ديالو على هذا الأستاذ مديمي، لأنه هو عارف شنو واقع، عارف يعني هذا السيد راه مظلوم، السيد مظلوم. وحتى ديك الرسالة اللي وجهتها الأم ديالو للقصر الملكي بهذا الخصوص على أساس أن يتم إطلاق السراح ديالو، فكانت واحد الاستجابة كبيرة، وهادشي كنتظروا إن شاء الله بحول الله. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم، فكنتمنى أنكم تفعلوا مع هذا الفيديو وتعملوا اللايك والبارتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.